وانا بتكلم على اتحاد الكوره وانا هنا بقى شوفوا يعني انا قلت اهو موقف ايجابي لاتحاد الكوره تعالوا بقى للموقف السلبي في اتحاد الكوره اتحاد الكوره بقى له اكتر من حوالي اسبوع عمال ينزل معلومات غلط كل التوفيق وبنبارك للاستاذ جمال علام رئاسته لاتحاد شمال افريقيا كل التوفيق ليه مقعد اتحاد شمال افريقيا بيتوزع بالتناوب ما بين كل الدول اللي موجودين في شمال القاره والنهارده هو قبل اجتماع اتحاد الكوره كان في تورته كده وكان في تهنئه من كل العاملين واعضاء مجلس الاداره للاستاذ جمال علام على يعني تنصيبه كرئيس اتحاد شمال افريقيا وده منصب على فكره مفيد جدا لمصر لان حتى الاستاذ جمال علام بعد ما يخلص مدته في شهر 8 اللي جاي وجي مجلس اداره جديد المنصب هنا بيبقى يعني اقصد التعيين هنا بالمنصب مش بالشخص يعني الاختيار هنا بالمنصب مين رئيس اتحاد الكوره مش لشخص أستاذ جمال علام بنبارك له نتمنى له التوفيق نتمنى يكون في اضافه في ست شهور مع اتحاد شمال افريقيا ولكن النقطه السلبيه ارجوكم يا جماعه بلاش خلط ما بين فكره ان هو رئيس اتحاد شمال افريقيا وعضوة المكتب التنفيذي في الاتحاد الافريقي استاذ جمال علام او اي رئيس اتحاد شمال افريقيا ليس عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي برضو قولوا معلومه صح للناس اللي بتقرا الاخبار اللي بتنزل على صفحه الاتحاد رئيس اتحاد شمال افريقيا ليس عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي بيشكل من ست مناطق جغرافيه بالانتخاب، كل منطقه بيبقى فيها عضوين، بيخشوا انتخابات اللجنه التنفيذيه، كل سنتين بيتم تغيير نصف المقاعد وعدد اعضاء اللجنه التنفيذيه 23 عضو، في 13 عضو من المناطق الجغرافيه المختلفه، في عنصر نسائي، في ست اعضاء ممثلين من الفيفا بيكونوا عضويه لجنه تنفيذيه في الكاف، اوريدي طالما هو في الفيفا لازم يكون في الكاف معهم رئيس الاتحاد الافريقي ده الشكل العام للمكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي المناطق الجغرافيه او رئيس اتحاد شمال افريقيا رئيس اتحاد غرب افريقيا اي او بي رئيس اتحاد كسافه او سكافه اللي هو جنوب القاره دول موجودين ك مش اصحاب قرار ولا لهم تصويت ولكن موجودين عشان اللي بيحصل في اللجنه التنفيذيه تبقى اللجان او الادارات المختصه زي المدير المالي والمدير القطاع التجاري ورئيس اتحاد الشمال الافريقي ورئيس اتحاد غرب افريقيا يكونوا عارفين اللي بيحصل في المكتب التنفيذي ولكن ليس عضوا في اللجنه التنفيذيه ولا صاحب قرار ولا بيشارك في اتخاذ القرار فأرجوكم بس المعلومه تتكتب على صفحه الاتحاد تتكتب صح رئيس اتحاد شمال افريقيا كل التوفيق ولكن ليس عضوا في المكتب التنفيذي